اهلا بيكم في حلقه جديده. لو اول مره تشوف قناتي اشترك في القناه وفعل الجرس وما تطلعش من اول دقيقه من المشاهده، هتستفيد ان شاء الله. كمل معانا للنهايه. النهارده هنتكلم على صفات الشخص المتشائم. ازاي تعرف الشخص اللي قدامك ده متشائم ولا سعيد؟ هل ان هو دايما متشائم او ان هو دايما متناقض، او هو هنعرف ده كله من شرح. هنعرض عليكم صور، الصورة اللي قدامك دلوقتي لشخص متشائم. عرفنا ازاي ان هو متشائم مع اننا اول مرة نشوف الشخص ده؟ ازاي عرفنا ان هو متشائم؟ هنلاقي عندنا الشفة من هنا كده نازلة لتحت، يعني نهاية الشفايف نازلة لتحت مايلة كده. ده شخص متشائم، ده شخص متشائم دايما بيدور على السلبيات. يعني لو في حاجه ايجابيه عندك هو بيقول لك لا مش نافعه، هنروح نجيب كذا كذا، يا عم اقعد يا عم ما مش هيتم، هتروح تعمل ايه؟ لا 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 انا عارف ان الموضوع ده مش هيتم، طب تعالى نعمل مشروع كذا، يو هنعمل مشروع ومش عارف ايه، وفي الاخر هيخسر. دايما كل حاجة بيعمل طاقة سلبية في المكان اللي هو قاعد فيه، دايما يعمل إحباط للناس اللي حواليه، بالتالي الناس بتبعد عنه تلقائيا. أنا لما أقعد مع واحد أنا نفسي اللي هقعد معاه يديني طاقة إيجابية، يعني مثلا هقول له أنا جاي آخد رأيك في مشروع كذا 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 كده، صح ولا غلط؟ هيقول لك يا عم مشروع إيه؟ البلد بايظة، الاقتصاد بايظ، هو لسه في حد بيشتري حاجات دي، لا هو مش عارف إيه، لا أنت ما تروحش بقى للشخص ده، روح لشخص تاني تعرف تتفاهم معاه. أما الشخص ده إحنا النهارده إحنا مش موضوعنا يعني نتكلم مع مين، إنما موضوع حلقتنا النهارده إن أنت بتتكلم مع واحد متشائم، تعرف إزاي إن هو متشائم. أول علامة اللي هي الشفتين نازلين تحت، تاني علامة بقى انتقادي، انتقادي ده اللي هو إيه؟ العين نازلة لتحت كده، ده دايماً ينتقد كل حاجة، يعني مثلاً لما تيجي تقول له مثلاً إيه؟ هنعمل حفلة النهارده، يجي بعد الحفلة يقول لك الكراسي دي لونها ما كانش حلو، لا المفروض المنصة دي كانت تتعمل في المكان الفلاني، المفروض ان ده يتعمل هنا، اللون ده ما كانش نافع يمشي كده. فهم اساسا دايما بيدوروا على الاخطاء، بيبحث عن اخطائك. يعني لو واحد مثلا جاي من شفته نازلة وعينيه نازلة ولقيت بقى دقنه دي كمان داخلة لقدام مدببة كده، ده كده بيتصلب لك على اي غلطة عشان يشمت فيك. فبالتالي احنا نبعد عن الناس دي. طب هل الناس دي ينفع ان احنا نمرنهم ان هم يبقى اشخاص عاديين؟ لو هم عندهم قابلية داخلية منهم، كل ما هو بداخلك هو مرسوم في وشك، كل حاجة موجودة بتفكر فيها بتطلع على وشك، بتطلع تلقائيا. ان تعبيرات الوش بيتصمم تجاعيد في الوش احنا بنقراها ان هي بتدل على كذا وكذا 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 وكذا. يعني انا لو قلت لك مثلا شخصك اللي اول ما بتروح بيحلف ان انت يعزمك، ويحلف لو انت اللي عازم يحلف ان انت ما انتش دافع الفلوس بتاعت الاكل، الشخص ده شكله بيبقى ازاي؟ هتلاقي تلقائيا كده شفايفه كبيره ومليانه. فاحنا دلوقتي بنشوف المتشائمين. المتشائم ده هل ان هو ممكن نغيره؟ ممكن نغيره مرة واثنين وثلاثة بالراحة على مهلنا كده. بداية التغيير في الشكل تبدأ من بعد 3 شهور. يعني احنا لو قلنا انا واحد متشائم، لا انا عايز اتدني مبتسم وبتاع وكده وكده، لازم اتمرن بقى ازاي اكون متفائل، ازاي ان انا ما انشرش، يعني حاسب على الناس اللي حواليك. انت واحد متشائم انت بتنشر طاقة سلبية، بتخلي اللي جاي يزورك ما يجلكش تاني، تخلي واحد جاي يقعد معك شوية ما بيرضاش يقابلك في الشارع، يعني لو شافك في الشارع هيلف ظهره ويمشي عشان ما يقابلكش. شوف لدرجة ايه ان الطاقة السلبية بتعمل احباط عند الناس، وهو بقى بيدور على صديق تاني. يعني لو انت صديقك متشائم انت تلقائيا بتبعد عنه. طب انت بقى اللي متشائم هتعمل ايه؟ لازم تعدل من نفسك. لو انت متشائم قلل التشاؤم ده شوية. انت ماشي
عندك رؤية للواقع، لكن تفائلوا بالخير تجدوه، تفائلوا بالخير تجدوه. أما إن أنت بقى مش متفائل، أنت ما عندكش أي تفاؤل، فبالتالي بيظهر بقى عندنا أعراض اكتئاب. طب أعراض الاكتئاب ده هنعرفها منين؟ هنلاقي البياض اللي في العين بقى كتير، يعني بص البياض تحت النن، النن اترفع لفوق والعين نزلت لتحت، ده بياض كتير. بالتالي هتلاقي أي واحد عنده دول نازلين كده، هي العلامة الرئيسية للتشاؤم الشفايف. أما العينين اللي نازلة لتحت ده مش تشاؤم، ده هو في جزء من التشاؤم لكن هي أساسا صفة النقد، النقد في كل حاجة، يعني ينتقدك في أي حاجة تعملها، أي حاجة تعملها هتبص تلاقي هو جاهز لك بقى بالأسئلة على طول. اشمعنى جاي لابس البدلة دي النهاردة؟ أنت مالك؟ اشمعنى لابس الكرافتة دي النهاردة؟ اشمعنى جاي بالعربية دي النهاردة؟ اشمعنى لابس جزمة النهاردة؟ اشمعنى بيدنه يسألك أسئلة كده بيعلق لك عليها هو أساسا ملوش فيها، وكل الحكاية بس هو هينشر طاقة سلبية في المكان، فبالتالي ان احنا نبعد عنه. فهنا بقى المتشائم اصبح ان الصفة الاساسية الشفايف النازلة تحت، بندعمها بصفة ان الشخص ده متشائم ومش هيتعدل، هتلاقي دي نازلة لتحت، العينين نازلة لتحت كمان، طيب اصبح متشائم في الشفايف وفي العينين، هتلاقي تلقائيا نزل عنده ايه؟ ان البياض بتاع العين بقى كتير، فاصبح ان هو عنده اعراض اكتئاب، لدرجة ان هم لو الصفة دي موجودة في واحد زي ده وحواك بعيد له، ده هيفكر في الانتحار بدون اي حاجة. ممكن هتلاقي معظم الناس اللي بتنتحر هتلاقي خطوط حواجبهم في خط عدل، خط عدل مع ان الناس دي منظمة جدا، بس بيحصل خلل تلقائيا كده، بتبص تلاقي الدنيا اتقفلت معاه، ما عادش لاقي حل، فبيتعرض لايه؟ لاكتئاب شديد واكتئاب حاد، فبينتحر. فنحاول نعالج نفسنا بنفسنا ونغير الصفات الوحشه، يعني مش لازم تمشي عامل كده. ليه 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 انت متشائم كده؟ انت احسن من غيرك برضه، لما تيجي تحسبها انت لو انت بصحتك احسن من واحد مرمي على السرير، واحد مرمي في مستشفى، واحد مش لاقي علاج، انت مش لاقي فلوس او متشائم عشان انت مش هي الفلوس، الفلوس اللي بتعمل كل حاجه، انت متشائم عشان ما معكش فلوس. طيب بالتالي ان انت لازم تعدل من نفسك، فكر فكر كويس هتلاقي حلول. اما كل حاجه لا 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 لا، انت رافض تجرب، ازاي ان انت هتنجح؟ او انت رافض اصلا ان انت تكون متفائل، ازاي انت دايما هتحب تكون متشائم؟ رافض رافض نهائيا التعامل في ان انت تكون متفائل، فبالتالي مش هتلاقي حد جنبك، فده بيزيدك اساسا اكتئاب تاني. يعني لما تلاقي كل الناس بتسيبك انت مش عارف هم بيسيبوك ليه، بس هم برضو محروجين يقولوا لك انت بتعمل كذا وكذا وكذا كذا، ما حدش هيرضى يقول لك في وشك انت راجل شخص كئيب. يعني مش هاجي في وش واحد كده انا كنت صديق ليه واقول له انت ما عادش بتيجي تزورني ليه، او ارد عليه واقول له اصل انت حد كئيب، فمش هينفع. فبالتالي ندور اي مشكله هتلاقي لها حل، اي مشكله هتلاقي لها حل. وكده نكون وضحنا الشخص المتشائم ونهايه حلقتنا. ولو ما عملتش اشتراك في القناه اعمل اشتراك وفعل الجرس ويوصلك كل جديد. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. السلام عليكم.